Everyone, how are you? I hope that you are well. أتمنى أن تكونون بصحة زينة. اليوم إن شاء الله نكمل محاضراتنا الباقية ويا منهج السادس إعدادي اللغة الإنجليزية. طبعا اليوم راح تشمل آخر مواضيع للجرامر، يعني تقريبا هاي آخر مواضيع، وإن شاء الله بعدها راح نشرح آخر قطعة بيونت 1 اللي هي مال مصطفى، ووراها الإنشاء المحاضرة الجاية إن شاء الله. بذلك نكون ختمنا يونت 1. فخلينا نشرح آخر مواضيع موجودة بيونت 1 واللي هي كلش مهمة بالوزارة. بلش وياكم موضوع الـ countable and incountable، معدود وغير معدود. بابا هذا موضوع كلش بسيط، لكن يتطلب من عندك انه انت تعرف معاني، تعرف هذا الشيء معدود وغير معدود. زين هسه يجيني واحد يقول لي اني ناسي شنو هي الاشياء المعدوده، شنو الشيء الغير معدود. اقول له بكل بساطه، الشيء المعدود هو اي شيء بالحياه انت تقدر تعده، يعني تقدر تقول عليه 1 2 3. يعني على سبيل المثال تفاح، تقدر تقول تفاحة، تفاحتين، 3 تفاحات، 4 وإلى آخره، تقدر تعدها. لكن مثلا خل أقول لك قونية تمن، راح تقدر تعد التمنات اللي بداخلها؟ يعني حتى إذا قدرت تعدها فراح تاخذ منك وقت كلش طويل وجهد، وأصلا مثلا عد يعني هي من الأشياء اللي صعب أنه تنعد. أو مثلا عندك شكر، هل من المعقول أنه أنت تقعد تحسب ذراية ذراية من الشكر؟ فهذه تعتبر أشياء غير معدودة. فالأشياء المعدودة، هسه واحد يقول لي زين إحنا بالحياة وعدنا أشياء معدودة وعدنا أشياء غير معدودة، هل من المعقول أنه أنا أحفظهم كلهم؟ أقول لك لا، راح تجي بالحل، راح نعطيك فتكي معين، يعني مفتاح بسيط راح يخليك قبل تعرف هذا معدود وهذا غير معدود. فتابع وياي. أول شيء عندك قبل هذا الكي عندك فد أشياء معينة. شوفوا هسه هنا أنا أعطيتك آني أمثلة، قايلت لك كلمة people، كلمة teeth، كلمة feet، كلمة oxen، mice، men وإلى آخره. هذه تعتبر مثلا من الكلمات المعدودة. كلمة money، link، sugar، oil، coal، tea، water، هذه غير معدودة. يعني شنو؟ يعني بكل بساطة باوع، عندك المي، الشكر، دهن، ذهب، شاي، اي شيء ينشرب. هسه انت وياي، ركز وياي، اي شيء ينشرب هذا غير معدود. اوكي، المعدود قلت لك اكو كي بسيط راح تعرفه، اي كلمه تشوفه بصفها اس. احنا المعدود والغير معدود اما نستعمله بالبدايه، نستعمله على مود نجمع من خلاله كلام معين او نعبر عن جمع. اي كلمه تشوف بصفها اس قول هذه معدوده، اي كلمه ماكو بصفها اس هذه غير معدوده. سواء واحد يقول هاي مو تاهت علي، اكو احنا كم اس؟ عندنا اس الجمع واس الشخص الثالث، نو بس طلعتي لي بهذه. اقول لك باوع، هذه الاس تجي بس ويا الاسماء. اذا شفت اس بصف فعل ما لك دخل بيه، الفعل عوفه، انت ما تشتغل على الفعل، انت موضوع جاي تشتغل على اسماء. فمن تشوف اس بصف الاسم هذا معناتها اس الجمع او اس التملك وما دوخك بيها، قول بهذا الموضوع، لانه انت بالوزاري محدد وراح يجيب لك اشياء محدده هسه حقول لك عليها. فمن تشوف الكلمه بيها اس قول هذا كلام معدود، واستعمل ويا ادوات المعدود اللي هسه راح ندرسها. شنو ادوات المعدود وياي؟ اول شيء تستعمل ماني للكلام المعدود. سجل، او هذه الملاحظة سوي لها سكرين شوت، قول اني استعمل بس انت تقول، لا تقول اني وانا احطها، بس اخذها وياي. ماني تستعملها للكلام المعدود، ماتش للكلام الغير معدود. زين هسه شنو عندك؟ عندك فيو للكلام المعدود، وليتل للكلام الغير معدود. لحد الان انت تمام؟ تمام. زين هسه راح اجي اقول لك عندنا بالمعدود وغير معدود جمل مثبتة، جمل منفية، وجمل استفهامية. اوكي، الجمل المثبتة او بالبداية خلنا نجي على الاستفهامية. بشنو احنا نسأل عن الاشياء المعدودة والغير معدودة؟ نسأل عنها بهاو ماني، ويكون الجواب عنها بأفيو. زين الجمل الغير معدودة نسأل عنها بهاو ماتش، ويكون الجواب عنها لتل. إذا أنت تقرأ أول مرة الموضوع راح يكون مربك إليك، لكن تابع وياي بالأمثلة وراح تفتهمه بكل بساطة. هسا نجي هنا كاتب لك، طبعا بالوزارة يجيبها هذا الشكل، يجيب لك ماتش لوماني، ما يدخلك بتفاصيل ثانية. فأنت من تشوف كلمة ماتش مني لتل أفيو قول آني بموضوع المعدود والغير معدود، استحضر قواعد المعدود والغير معدود. زين اجي اباوع عاني هنا شنو نوعية الجملة عندي؟ مثبتة لو منفية لو استفهام؟ من علامة الاستفهام راح تعرف انه انت عندك جملة استفهامية.
اوكي زين. الجمله اللي بعدها مثلا تشوف عندك مثلا ايش تقولي يعني شلون اعرف نفي؟ اقول لك اذا عندك don't او doesn't او didn't هذه معناتها نفي، اذا عندك علامه استفهاميه هذه معناتها استفهاميه، اذا كل شيء ما عندك هذه جمله مثبته. فهسه اول جمله اباوع بها علامه استفهاميه، اذا اوكي هذه جمله استفهاميه. زين خل اباوع how فراغ، عندي اختيارين، يا اما ماتشي اما ماني. تايم اتذكر انا ايش قلت لك ملاحظه، قلت لك اي كلمه تشوف بصفها اس معدود، اذا ما تشوف بصفها اس هذه معناتها غير معدود. هل كلمه تايم بصفها اس؟ لا ماكو بصفها اس، اذا ايش نستعمل؟ نستعمل ماتش، ماتش ويا الغير معدود. زين اجي اباوع على بعدها هذه جمله مثبته لو منفيه، اباوع عندي دونت ودزنت لا، عندي علامه استفهام لا، اذا هذه جمله مثبته. زين أباوع أني الكلمة اللي بعد الخيار، عندي little of you، قلنا من نشوف هذه much money و little of you معناته أني معدود وغير معدود. زين أباوع أني هنا عندي more oranges، more oranges هل هي معدودة أو غير معدودة؟ أباوع على oranges، طبعا more هنا زيادة، أنت مو الكلمة شرط تجي مباشرة بعد الخيار، لكن شنو more هنا زيادة، دائما حطها ببالك إنه كلمة more زيادة ما أعتمد عليها، أعتمد على الكلمة اللي بعدها اللي هي oranges. oranges بيها اس لو ما بيها؟ عفي عليكم بيها اس. اذا شو استعمل؟ اذا هذه معدود، وقلنا المعدود شو نستعمل وياه؟ نستعمل وياه a few. زين عندي مثلا خلنا نروح على مثال بنفي، hurry up there isn't a little or much time before the bus leaving. زين هنا عندك الجملة there isn't، اذا هذا شنو معناته؟ معناته جملة منفية. زين اجي اباوع على الكلمة اللي بعد الاوبشنات، هذه time، time معدود لغير معدود، countable لا uncountable، اجي اباوع time بها s ما بها s، اذا هي غير معدود واستعمل وياها much. اوكي زين هسه واحد يقول لي اني ليش ما استعملت ليتل، ليتل مو للغير معدود؟ اقول لك اي بس هنا تتمع معنى الجمله مالتك. يعني شلون؟ يعني هنا ايش قايل لك؟ اول ملاحظه كاتبت لك، كاتبت لك انه احنا ويا الجمل المنفيه ايش نستعمل؟ نستعمل ماتش ونستعمل ماني، بينما ويا الجمل المثبته ايش نستعمل؟ ا فيو ليتل. يعني مثلا هنا لو قايلت لك ذير از ايش راح تقول لي؟ ذير از ا ليتل. لكن انا هنا ايش قالت لك؟ there isn't، اذا there isn't شو استعمل وياها؟ استعمل وياها much. وكذلك هذه الامثله البقيه راح تحلوها بنفس الحيثيه، اللي عنده سؤال او استفسار يقدر يسال من خلال جروب التليجرام او القناه اللي موجوده عندي، يسالني بشكل مباشر. زين هسه هذه كانت بالنسبه للموضوع، طبعا انا ما اقدر هواي اطيل واحل الامثله كلها لان الوقت المحاضره يصير كلش طويل وملل، واني اعرف انه اغلب الطلاب يبدون يسوون سكيب لها، يعني يفوتون لانه يحسون بعد هاي فهموا القاعده، واللي ما يقدر انه اوكي يعيد الشرح مره الاخ ويقعد يحل الامثله عليه. زين هسه عندي used to، موضوع used to هذا موضوع حلو وبسيط وسهل. عندك ثلاث حالات لليوستو، شنو معنى يوستو؟ يوستو يعني أنا اعتاديت على شيء، أنا كبشر اعتاديت إنه أنا أسوي فت عادة معينة أو حدث معين، مثلاً كل يومية، كل فترة، كل ساعة، كل سنة، كل شهر، المهم أنا حدث أكرره، فأستعمل ويا اليوستو. عندي اليوستو طبعاً بيها ثلاث حالات اللي هي حالة الإثبات، حالة النفي، حالة السؤال. نجي على أول حالة، حالة الإثبات اللي هي affirmative. affirmative أركانها شنو تكون؟ تكون فاعل زائدا used to زائدا فعل مجرد. يعني شنو مثلا عندك؟ أنا رح أقول لك I used to do sport every day، أنا اعتاديت أنه أسوي رياضة كل يوم، فحالة الإثبات يجيك الفاعل ضمائر الفاعل الطبيعية زائدا used to تنزل نفس ما هي زائد فعل مجرد بدون أي إضافة، بدون S بدون ED بدون ING، فعل نفسه ينزل طبيعي. هذه بالنسبة لحالة الإثبات. أما بالنسبة لحالة النفي فأنت عندك فاعل used to هي مو بالفعل الماضي، اذا من تنفيها شو تصير؟ تصير didn't use to. اوكي فهي النفي مالتها شنو؟ مثلا هسه انا قلت لك I used to walk، اوكي I used ركز وياي to walk every day، انا اعتاديت انه امشي كل يوميه، من اجي انفيها؟ افسخها اقول انزل الفاعل بدال used to اقول I didn't use to walk، didn't will use to وانزل فعل مجرد. زين هسه الكويستشن عندي، الكويستشن شلون اسال؟
بما أنه إحنا دي نحكي على حدث بالماضي، طبعاً يوستو هي عادة كنت تسويها بالماضي، وبعدين راح نسولف أراها على البات. شغلة كنت تسويها بالماضي، فإذا بصيغة السؤال راح تكون بالماضي. شلون أسأل؟ أقول did زائد فاعل زائد used to زائد فعل مجرد. نفس المثال قلت لكم I used to walk، I didn't used to walk، وصيغة السؤال راح تصير did I أو did you use to walk، لأن ما يصير واحد يسأل نفسه ما يصير يقول did I، يصير did you use to walk وعلامة الاستفهام. هذا بالنسبة لموضوع use to. أما عندك موضوع المقارنات اللي هي comparative اللي هي إضافة er للفعل، موضوع المقارنات أنه أنت تقارن بين شغلتين اللي يسموه comparative for، أنه أنت راح تقارن ما بين حدثين معينة. هذا موضوع الـ comparative form، انه انت تقارن بين شغلتين، يعني مثلا شغلة اطول من شغلة، شغلة اكثر من شغلة، مدينة اكبر من مدينة، ولاية اصغر من ولاية. مثلا دائما تعانون من شغلة المقارنة في حياتكم، يعني شي يقول لك، يقول لك فلان احسن من فلان، ابن خالتك احسن منك، هاي بالنسبة للولد، بنات بدعمك احسن منك، سامعين هالشي. فهذه كلمة احسن او اسوأ او اطول او اقصر، هذه شي نسميها، نسميها احنا صيغة مقارنة. باللغة الإنجليزية شلون نقارن؟ قبل ما نقارن خل أعلمك شلون نضيف ER للكلام، لأنه هو هذا أساس موضوع المقارنة. فأنت تعلم شلون نضيف ER. طبعا المقارنة دائما تكون للأسماء، ما تكون مثلا يعني تقارن بالاسم، اسم وراح تضيف لمقطع ER، أو مرات راح أضيف لمور. هسه تقولي أنا دخل شنو ده تحكي، راح أقول لك بس ركز وياي وهسه راح تفهم. عندك الكلمة إذا بيها حرف علة أو حرفين علة، هنا نضيف لها ER. ركز وياي هسه، واحد يقولي شنو يا حرف العلة ناسية، راح أقول لك بكل بساطة هي الـ A والـ I والـ O والـ U والـ E. أنت من تشوف هاي الأحرف بالكلمة معناتها حرف علة. إذا الكلمة تحتوي على حرف علة أو حرفين علة، راح أضيف لها ER فقط. لكن الكلمة إذا تحتوي أكثر من حرف، أكثر من حرفين علة العفو، يعني تحتوي ثلاث حروف علة فما فوق، راح أضيف لها مور، ما راح أضيف لها ER. فأنت ركز وياي، الكلمة إذا بيها حرف أو حرفين علة راح أضيف لها ER، إذا الكلمة بيها ثلاث أحرف علة فما فوق فأنت راح أضيف لها more. نأخذ مثال عليها، عندك كلمة clean، هنا clean شنية أباوع، هنا بيها حرف لو حرفين لو ثلاثة أباوع من حروف العلة اللي هي الـ A والـ O والـ E والـ I والـ U. هنا أنا عندي حرفين علة، إذا هذا شنو معناته؟ معناته لازم أضيف لها ER، تصير كلينر. جواها نايس، نايس همين بيها حرفين علة، إذن راح أضيف لها ER. طبعا هنا أنا ما أضيف لها ER، ليش؟ لأنه هي منتهية بE، الكلمات المنتهية بE أضيف لها فقط R. هسا هاي نجيها، لكن نأخذ مثلا كلمة cold، cold كم حرف علة بيها؟ بيها حرف علة واحد، إذن أضيف لها ER. زين، عندي مثلا نأخذ كلمة beautiful أو beautiful حسب اللفظ، beautiful كم حرف علة بيها؟ بيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس أحرف علة، إذن هذه شو أضيف لها؟ أضيف لها more، عفية عليكم. إذن هسه سالفة المقطع والمقطعين تدوخكم، هذه طريقة أسهل لكم. فمن تشوفون كلمة بيها حرف أو حرفين علة ضيف لها ER، كلمة بيها أكثر من حرفين علة يعني ثلاثة فما فوق أضيف لها more. زين هسه اذا انت عندك الكلمه منتهيه بحرف الاي، هسه انت فهمت القاعده، عرفت شو وقت تضيف اي ار وشو وقت تضيف مور. اذا عندك الكلمه منتهيه باي تضيف لها فقط ار، اذا الكلمه منتهيه بحرف صحيح ويسبقها حرف عله راح تضاعف الحرف الصحيح وتضيف لها اي ار. عندك كلمات مثل نيو هي صحيح منتهيه بحرف صحيح ويسبقها حرف عله، لكن ما تضاعف الحرف الصحيح راح تضيف لها اي ار، بس اللي منتهيه بحرف مثلا دبليو، المنتهية بحرف W يسبقها حرف علة راح تبقيها نفس ما هي وتضيف لها الـ ER. إذا الكلمة منتهية بـ Y تقلب الـ Y إلى I وتضيف لها ER. أوكي، هذه كانت بالنسبة لقواعد الإضافة. هسه نجي على موضوع الإضافة.
عندك بحالة الإثبات. أنا عندي هي إنه مثلاً أقول the boy is taller than another boy، الولد هو أطول من الصبي الثاني، إنه أنا أحط الاسم الأول، صيغة المقارنة عندي إذا بيها حرف أو حرفين علّي أضيف لها er، إذا ما بيها فراح أضيف لها more، إذا بيها أكثر من حرف علّي أو أكثر من حرفين علّي أضيف لها more وذان والاسم الثاني. مثلاً أقول لك the house is big، أحط لك big بين قوسين than another house. أول شيء أنت تيجي تباوع، هذه إثبات، ليش؟ لأنه بيها than، زين البيك شو أسوي لهنا؟ أنا أباوع كم حرف علة بيها؟ بيها حرف علة واحد، أباوع تنتهي بحرف صحيح ويسبقها حرف علة، أكرر الحرف الصحيح أصير the house is bigger than another house. هذه بالنسبة لحالة الإثبات. أما بالنسبة لحالة النفي بالعكس، هنا أنا شو أقول لك؟ as أستعمل صيغة as as، يعني شنو؟ هسا أنا قلت لك جملة the house مثلا is bigger than apartment، من أجي أسويها من فيه أقول the apartment isn't، لاحظ أنه أنا راح أنفي الصفة، أقول لك the apartment العفو isn't as big as the house. هسا تقول يعني دخلت على مدافع تمشون، أقول لك بكل بساطة تنزل الاسم الثاني أوكي، وتنزل وراها النفي وتقول as والصفة بدون إضافة as الاسم الأول. فنعيد مرة الأخ، أقول لك مثلاً the boy is taller than his brother، هذه حالة الإثبات. حالة النفي شو أقول؟ okay the brother isn't as tall as the boy. okay هذا كان كل شيء بالنسبة لمحاضرة اليوم. I hope you are enjoyed in the video، وأتمنى أن تستفادوا من عنده. see you in the next video. goodbye.